السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. الإدارة الأهلية بالخرطوم تؤكد دعمها لمبادرة طيبة الجد، وأبو قردة يعتبر أن أي محاولة انقلابية قد تعجل بنشوب حرب أهلية. فولكر يجدد ترحيبه بقرار البرهاني وحميدتي بالانسحاب من المشهد السياسي، وبريطانيا تشترط تشكيل حكومة مدنية لاستئناف العلاقات مع السودان. التوافق الوطني تعلن عن تفاهمات مع الاتحاد الأصل والقوى الوطنية، وتجمع المهنيين يؤكد أنه ليس جزءا من مبادرة شيخ كدباس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد عضو اللجنة العليا لمبادرة نداء أهل السودان بحر إدريس أبو قردة أن المبادرة التي أطلقها الخليفة الطيب الجد وجدت قبولا من كل أهل البلاد. وقال أبو قردة إن عددا كبيرا من القواعد لبت النداء، وقد ضمت المبادرة مكونات سياسية ذات ثقل جماهيري كبير. من جانبه قال رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم المقعد جيب الدور أن الإدارة الأهلية تمثل صمام الأمان لنجاح النداء وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وفي سياق آخر، أكد بحر إدريس أبو قردة أن أي محاولة لحدوث انقلاب عسكري في الوقت الراهن سيعجل باندلاع الحرب الأهلية في البلاد. ووصف أبو قردة استبعادا للقوى السياسية التي شاركت في حكومة الرئيس السابق عمر البشير من الحكومة الانتقالية بأنها مزايدات سياسية لا قيمة لها. جدد رئيس بعثة اليونيت أمس فولكر بيريث ترحيبه بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه بالانسحاب من العملية السياسية. وعزى فولكر تكوين جيش مهني واحد بعقيدة وطنية إلى توفر الإرادة السياسية وتحقيق العدالة الانتقالية التي اعتبرها غاية في الأهمية، بهدف وضع حد للانتهاكات التي قد تحدث للسودانيين، مبينا أن سياسة التهميش والإقصاء لم تعد نافعة في البلاد. إلى ذلك، اعتبر فولكر أن كثرة المبادرات المطروحة في الساحة السياسية هو دليل عافية لأنها تسعى لتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية. وجدد فولكر حرص البعثة على إيجاد مخرج للأزمة الحالية بهدف استعادة المسار الانتقال المدني عبر تأسيس وضع دستوري متماسك ينهي مقامرات الانقلابات العسكرية إلى الأبد على حد وصفه. رهنت بريطانيا استئناف العلاقات الثنائية مع السودان بتشكيل حكومة مدنية شاملة. وكشف المبعوث البريطاني إلى السودان وجنوب السودان بوب فيرويلز أنه أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن بريطانيا لن تستأنف علاقتها الثنائية مع السودان إلا بعد تشكيل حكومة مدنية شاملة. وقال المبعوث أنه أبلغ البرهان بأنه يتوقع أن لا يعرقل الجيش العملية السياسية الجارية. كشف المتحدث باسم التوافق الوطني عن توقيع وثيقة مع القوى الوطنية والحزب الاتحادي الأصل الأسبوع القادم. وقال محمد زكريا بحسب صحيفة الحراك السياسي أن هناك تقاربا في الرؤى والمواقف بين التوافق الوطني والقوى الوطنية، وأن التحالف سيلتقي بالحزب الاتحادي الأصل للتوفيق بين رؤى الطرفين حول التعديلات على الوثيقة الدستورية خلال الأيام القليلة القادمة. دعا المجلس المركزي لقحط إلى توحيد جميع قوى الثورة من لجان مقاومة وأحزاب سياسية بهدف مواجهة إجراءات الجيش في 25 من أكتوبر وتأسيس سلطة مدنية. جاء ذلك في الاجتماع الذي دعا إليه الشيخ محمد الجعلي في كدباس، حيث طالبت قحط جميع القوى المشاركة في المبادرة بالعمل سويا للوصول إلى الأهداف المرجوة. نفى تجمع المهنيين السودانيين مشاركته في اجتماع كدباس الذي دعا إليه الشيخ محمد الجعلي، وأكد أنه ليس جزءا من هذه المبادرة. وجدد التجمع في بيان له سعيه لبناء المواثيق الثورية وتجميعها في ميثاق موحد يشمل الشعب السوداني، وأن قراراته تصدر عبر الصفحات الرسمية الخاصة به في منصات التواصل الاجتماعي. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حرص السودان في دفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة بين السودان والصين والارتقاء بها. جاء ذلك خلال رسالة خطية بعث بها للرئيس الصيني شي جان يونغ بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وعرب البرهان عن تقديره لروابط الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين، لافتا إلى تميز العلاقات السودانية الصينية.
شدد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مياردييت على أن الوضع النهائي لمنطقة أبيي مرتبط بتحسين العلاقات مع السودان، مؤكدا أن السياسة الخارجية لجنوب السودان تقوم على علاقة التعاون بين الدولتين والالتزام بدعم السودان من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي، وأن جنوب السودان لا يستخدم نهجا معاديا كوسيلة لحسم مصير المنطقة حفاظا على الأمن الإقليمي. قتل 3 من العاملين في الحقل الإنساني بجنوب السودان وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، مبدية قلقها إزاء تصاعد العنف بجنوب السودان. وقال مكتب أوشا بجنوب السودان إن شخصا يعمل في منظمة دولية غير حكومية قتل الأسبوع الماضي في ولاية الوحدة، وأن أحد موظفي الأمم المتحدة قد قتل أيضا الأسبوع نفسه، وأن الضحية الثالث قتل في كمين بولاية جونغلي. أعلن المدير المكلف لمكتب التربية والتعليم قريب الله محمد أحمد عن فتح فرص لاستيعاب 5000 وظيفة جديدة في مجال التعليم، وقال قريب الله أن هذه الوظائف سيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة فور التصديق النهائي لها، وأن الأولوية ستتاح لأبناء المنطقة حسب الموقع الجغرافي للمدارس، وقال أنها ستشمل هذه الفرص خريجي كليات التربية والشهادات الأولية. أكدت وزارتا التربية والتعليم والرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم على التعاون والتنسيق لمواكبة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة عبر إدارة جهاز تشغيل الخريجين. وقال مدير جهاز تشغيل الخريجين بولاية الخرطوم شرف الدين العوض إنهم عقدوا ورشة مهمة للتعامل بفهم جديد مع التقنيات والتكنولوجيا المتسارعة بالعالم لينعكس ذلك على المدارس والتلاميذ والطلاب. أعلنت وزارة المالية موافقتها على مقترح الهيئة القومية للطرق والجسور بزيادة تعرفة العبور بمحطات الطرق القومية بنسبة 600%، وأكدت هيئة الطرق بحسب صحيفة الانتباه أنه سيتم تطبيق الزيادة اعتبارا من اليوم السبت الأول من أكتوبر في جميع نقاط التحصيل بالبلاد. أكد رئيس الغرفة القومية للبساطة السفرية أحمد الطرفي أن تطبيق نظام التذاكر الموحد من شأنه حسم مشاكل التهريب الضريبي. وكشف الطريبي في تصريح لصحيفة اليوم التالي عن ارتفاع عدد الشركات التي خرجت عن الخدمة والتي بلغت 150 شركة عاملة في قطاع المواصلات، وأن نظام المداورة قسم البساط إلى درجتين. أعلنت اللجنة المشتركة بين صندوق التأمين الصحي وصندوق الإمدادات الطبية بولاية الجزيرة عن وصول حاجة الولاية من الأدوية لتحقيق الاستقرار والوفرة الدوائية. وجدد المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية فخر الدين ياسين الالتزام بإنفاذ مصفوفة التدخلات المطلوبة للتغطية الصحية الشاملة. كما أكد مدير الإمدادات الطبية خضر يوسف استمرار التوسع في مظلة الإمداد الدوائي لتأمين الإمداد لوحدات صحة الأسرة بالولاية. أعلن تجمع العاملين في القطاع النفطي عن إغلاق حقل نفطي يتبع لشركة بترو إنرجي بولاية جنوب كردفان من قبل مواطنين محتجين. وقال التجمع أن مواطنين محتجين قاموا بتخريب 23 بئر نفطي في عدد من حقول المنطقة وقاموا بفتحها بشكل عشوائي مما تسبب بتسرب كميات من النفط داخل الأراضي الزراعية. وحذر التجمع من كارثة بيئية ما لم يتم إيقاف التسريب بشكل عاجل. حذر المتحدث الرسمي باسم منظمة العدل والتنمية زيدان القنائي كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من انتشار مرض الكوليرا بالسودان وتحوله إلى وباء. وكشف القنائي عن احتمالية انتشار الكوليرا بسبب موجة الفيضانات والسيول التي ضربت عدد من المناطق بالبلاد مع ارتفاع درجات الحرارة، وأن السلطات المحلية غير قادرة على مواجهة تفشي الكوليرا دون التنسيق مع المنظمات الدولية. كشف جهاز المخابرات العامة عن إحباط عملية تهريب سبائك ذهبية عن طريق ميناء بور سودان. وأفاد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات العامة عن ضبط مجموعة من المتهمين كانوا يريدون تهريب الذهب إلى الخارج، وتم رصدهم ورصد تحركاتهم من الخرطوم إلى مدخل مدينة بور سودان، وأن هذه الإجراءات جاءت في إطار الرقابة والسيطرة على إنتاج البلاد من الذهب. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الإدارة الأهلية بالخرطوم تؤكد دعمها لمبادرة طيب الجد، وأبو قردة يعتبر أن أي محاولة إنقلابية قد تعجل بنشوب حرب أهلية. فولكر يجدد ترحيبه بقرار البرهان وحميدتي بالانسحاب من المشهد السياسي، وبريطانيا تشترط تشكيل حكومة مدنية لاستئناف العلاقات مع السودان.
التوافق الوطني تعلن عن تفاهمات مع الاتحاد الأصل والقوى الوطنية، وتجمع المهنيين يؤكد أنه ليس جزءا من مبادرة شيخ كدباس. شكرا لطيب المتابعة، أترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات، إلى اللقاء.